صباح الخير. مع حضرتك؟ انتوا نازلين ولا ايه؟ لا ابدا. لا لا اتفضل يا فندم اتفضل. اصل في الحقيقه يا استاذ مختار لقيت عربيتك واقفه تحت، قلت اطلع اسلم عليك واطمن على صحتك، لان الهانم اخر مره قالت لي ان صحتك تعبانه. لا ابدا، انا كويس كويس قوي دلوقتي. كويس. اتفضل يا فندم، تشرب ايه حضرتك؟ كازوزه؟ لا يا ريت كوبايه ميه. استاذ مختار، انت جيت لي اخر مره واعترفت لي انك انت قتلت واحده ست. ايوه مظبوط يا فندم. بس الكلام ده مش صحيح يا استاذ مختار. مش صحيح؟ ليه؟ لاني انا عرفت القاتل الحقيقي. حضرتك بتقول يا حضرة الضابط انك عرفت القاتل الحقيقي؟ وطي صوتك وتعالى معايا. طب حيرم حيرم، مش لازم حد يسمعنا، تعالى معايا. ميه متلجة بقى من التلاجة. ايه ده؟ هما راحوا فين؟ استاذ مختار؟ حزامي؟ ماما سالم. رؤية. يا دكتورة. سالم قول لرؤية تجهز لي الحمام بسرعة. حالا يا دكتورة. مش معقول اللي حصل لي ده، 12 كيلو امشيهم على رجليا وفي عز الشمس. ليه؟ عربيه حضرتك عطلت؟ ما عطلتش ولا حاجه، بس الطريق اللي مشيت فيه معمول علشان الجواميس هي اللي تمشي فيه، وطبعا ما كانش ممكن اركب جاموسه. ركنت العربيه ومشيت على رجليا لحد المستشفى. انا حاولت احصل حضرتك عشان افهمك على المقلب، لكن مقلب مقلب وسطي. مش قادره مش قادره. ارتاحي يا ماما. وعرفت منين انه مقلب؟ انا كنت هرتكب في حق نفسي جريمة فظيعة. ازاي؟ كنت هربط حياتي بحياة المجرم السفاح اللي هو حرم. ايوه، مش حضرتك قلتيلي انه جايز في اعتراف بابا للبوليس حماية شخص تاني؟ ايوه فعلا. انا عرفت من بابا ان الشخص ده هو حرم. والدك هو اللي اعترف لك بكده؟ ايوه، لانه فاكر اني مش هكون سعيده غير مع حيره، وعلشان كده هو مستعد يعمل اي حاجه في الدنيا عشان تساعدني. طب وايه دخل ده في المقلب اللي اتعمل فيا؟ حرم انسان خسيس ما عندوش مبادئ، استغل بابا اسوا استغلال للتضحيه علشان ازاي. حرم ارتكب جريمه قتل واجبر بابا على انه يعترف بداله. مش ممكن. انا كنت عند حرم في البيت وسمعت بابا ووداني دولت وهو بيقول له انه حطه في كورنر وانه خلاه يكذب لاول مره في حياته، وسمعت حرم كمان وهو بيقول له وبيعترف له انه اتصل بحضرتك عشان تسافرك برمبال. هو عمل كده ليه؟ اكيد علشان يبعدك عن البيت، ومين عارف يستغل بابا في جريمه تانية. لكن انا ما سكتش، جريت رحت على البوليس. ايه ده ايه ده؟ هي بقت هواية في البيت ده كل واحد يروح شوية للبوليس؟ قلت ايه للبوليس؟ اكيد حرم هو اللي قتل يا حضرة الضابط، وبابا بيحاول يعترف بداله. بابا عمره ما كدب ابدا. انا سمعته بوداني وهو بيقول لحرم ان هو اللي خلاه يكدب لاول مرة في حياته. انا متأكدة يا حضرة الضابط ان حرم كان لابس الجاكيتة دي ليلة الجريمة. جاكيتة ايه؟ الجاكيتة اللي بابا جاب حضرتك البيت علشان يوريها لك. انا شفته وهو بيخبيها، وبعد كده اختفت يا حضره الضابط. اكيد حرم هو اللي سرقها علشان ما تبقاش دليل عليه. ايوه بس دي جاكيته والدك. ايوه. يبقى مش معقول هتيجي على مقاس خطيبك. ثم هل حرم متعود انه يلبس هدوم باباكي؟ محدش يقدر يمد ايده على حاجه من حاجات بابا، مفيش غير خاله صفوت ساعات ساعات يعني بيستلف حاجه من حاجات بابا، بس بيرجعها تاني على طول من غير ما بابا يعرف. انا متاكده يا حضره الضابط ان الجاكيته دي لها علاقه بالجريمه. من فضلك ارجوك ارجوك تعمل تحريات اللازمه وتقبض على حرم وتخليه يعترف ان هو اللي قتل. انا متاكده ان بابا بريء، واكد لك ان بابا بريء. بالتاكيد بريء يا كريمه. وحرم هو المجرم ده اللي هنعرفه ازاي؟ لما نلاقي والدك. ترى هو فين دلوقت؟ هنعرف من حرم. يلا. Thank you.
ايوه دكتورة رأفت كريمة. اهلا وسهلا. اتفضل. الاستاذ فين يا حيرة؟ استاذ مين؟ بابا. معرفش. تعرفش ازاي؟ ما تحاولش تنكر ان اخر مرة شفته فيها كان هنا لما زنقته في كورنر وخليته يوافق على اني اسافر برمبال. برمبال؟ انتوا كنتوا عايزين تبعدوني ليه يا حيرام؟ انا ما اقدرش اقول حاجة. مش مهم، لكن حسابك معايا على اللعبة دي هيكون عسير جدا. توديت الاستاذ فين يا حيرام؟ انا ما وديتوش، هو اللي نزل مع الضابط. نزل مع الضابط؟ انا رحت اسم البوليس وطلبت منهم يقبضوا عليك انت مش هو. يقبضوا عليا ليه؟ ايه التهمة الجديدة اللي انتوا عايزين تلبسوها لي؟ انت عارف جريمتك كويس. كلمني انا. استنى بس يا دكتورة اما نشوف كريمة عايزة تحطني في مصيبة جديدة. بقول لك بصلي انا، قول لي هو مختار ليه نزل مع ضابط البوليس؟ ما اعرفش. طيب. انا كنت جوه المطبخ رجعت ما لقيتهمش. طيب دلوقتي هل مختار نزل مع ضابط البوليس بخطره ولا لا؟ وايه الفرق يا ماما اللي لازم نعرفه دلوقتي؟ بابا في السجن ولا راح فين؟ اسمح لي يا استاذ مختار، دي غلطتك من الاول، كان لازم تصرحني بحالتك من غير لف ولا دوران. ايوه بس انت عارف يا دكتور ان مركزي وظروفي ما يصحش انه يتعرف عني ان انا بتعالج عند واحد زيك، قصدي عند دكتور امراض عصبيه زي سيادتك. انا بستغرب جدا ان كلام زي ده يصدر من شخص مثقف ثقافه عاليه زيك. استاذ مختار، انت لو اصبت بحاله انفلونزا او زكام او اي مرض يبقى عيب؟ والله متهيألي مش عيب يا دكتور. الامراض العصبية زيها زي اي مرض عادي ممكن الانسان يتعرض له، وزي ما واجب عليك تعمل فحص عام على صحتك كل سنة، لازم تعمل فحص شامل لأعصابك. على الاقل عشان تقدر تواجه مجتمعك باستمرار وانت في حالة نفسية عالية تمكنك من الحكم على الامور بأعصاب هادية، لا سيما في حالة واحد زيك بيتحط بين ايديه مصير ناس بل وحياتهم احيانا. ايوه فعلا يا دكتور، فعلا انا كنت مقصر، بس ده يعني علشان انا كنت خايف. خايف؟ خايف من ايه يا استاذ مختار؟ حالتك ما تستدعيش الخوف ابدا. واسمح لي اتكلم قدام حضرة الضابط، لان اللي هنقوله له دخل كبير في القضية اللي انتوا جايين عشانها. ثم انا متأكد تماما ان حالتك ما فيهاش اي شيء يستدعي انك تخجل عن الكشف عنه. اتفضل يا دكتور. في العادة حالات المشي اثناء النوم بتكون نتيجة لحالة من الاحباط صادفها الانسان في حياته، فشل يعني، فشل، والفشل ده كان بيمثل له شيء كبير جدا في حياته ما يقدرش يبوح بيه حتى ولو لأقرب الناس له. فتكون النتيجة رغبته في الخروج من نطاق حياته العادية عشان يبقى إنسان غير عادي. جايز ده يعوضه عن إحساسه بالفشل. بس أنا شايف إن الأستاذ مختار مفيش في حياته أي نوع من الفشل، بالعكس ده نجاحاته المستمرة مسار حديث كل الناس. ده الظاهر يا سيد كمال، إنما الباطن شيء تاني خالص. الأستاذ مختار قضى حياته كلها في العمل الجاد من وهو شاب صغير، تحمل مسؤولية نفسه، كان بيشتغل وهو طالب، ما كانش عنده وقت يعيش شبابه، ولما اتجوز استمرت حياته بنفس الإطار الجاد ده لطبيعة تكوين شخصية الدكتورة رأفت مراته. أيوة هو فعلا الدكتور رأفت يمكن شوية جد زيادة عن اللزوم. ما كانش فيه في حياته غير شخص واحد هو اللي ممكن يعيش معاه حياته ويحس فيها بطفولته وشبابه، ياخد منها ويديها
الحب والحنان اللي بيطلبهم. كريمة. تلعب بيها مش عشان العب معاكي. ماما قالت لي ما تلعبش مع حد اكبر منك. انا يا بنتي مش اكبر منك، ده انا اعيل منك. حتى شوفي بام بارن دارن ديرا دارا لالا لالا ديرا دارا لالا لالا ديرا دارا لالا لالا ديرا. كريمة يا استاذ مختار كانت الشخص الوحيد اللي قدرت تعيش معاه كل مراحل حياتك من طفولة وشباب. وتقدم منها دوفال العجوز متوسلا لها، سألها أن تخرج من حياة ولده، فرنت إليه بعينين دامعتين وهي تقول: كيف أتخلى عن أرمان يا سيدي؟ هل تستطيع الوردة أن تتخلى عن رحيقها؟ هل يستطيع الطائر أن يتخلى عن جناحيه؟ هل في إمكان السمكة أن تغادر مياهها وتعيش بدونها؟ إن كان هذا ممكنا يا سيدي، ففي هذه الحالة فقط أستطيع أن أعيش بدون حب أرمان. أنت بتعيط يا بابا؟ أصله كلام مؤثر أوي يا كريم. إزاي الراجل القاسي ده يحرم اتنين من حبهم؟ كمل يا كريمة كمل. عشت معاها حياتك اللي ما قدرتش تعيشها قبل كده بسبب ظروفك، وكانت هي الإنسانة الوحيدة اللي خلتك تشعر إنك مميز عن كل الناس، أعظم منهم كلهم. بابا أنت أعظم إنسان في الدنيا، ويوم لما أفكر في الجواز مستحيل مستحيل هختار حد غير لما يكون شخصيته من صفات حضرتك. صدمتك كانت شديدة يوم ما اتخطبت، حسيت إنك هتتحرم من أهم شيء في حياتك، حسيت انك فشلت في الاحتفاظ بيها. ده طبعا موجود جواك لكن ما تقدرش تقوله لحد، لذلك جات لك الحالة وبقيت تمشي وانت نايم، والاسباب دي انا قلتها لك قبل كده. كل ده تحليل علمي جميل، لكن دخله ايه بموضوعنا؟ خوف الاستاذ مختار والدكتورة رأفت من انه يكون ارتكب الجريمة وهو نايم، ادى فرصة للقاتل انه يحاول تزييف ادلة تدين الاستاذ مختار وبكده يبعد الشبهات عن نفسه. يعني انت سيادتك متأكد ان هو اللي عملها؟ انا مش قاضي يا استاذ مختار علشان اقدر احكم حكم خطير زي ده، انما اللي سمعته من حضرة الضابط دلوقتي واللي عرفته منك من حياته ونشأته وظروفه الاجتماعية تخليني أثق تماما وبنسبة كبيرة إنه هو اللي عملها. في الحالة دي يبقى الفكرة اللي أنا افترضتها هتخليه يعترف. على فكرة يا سيد كمال، أنا سعيد جدا إن ضابط بوليس زيك ما بيهملش العامل النفسي وأهميته في الجريمة ومرتكبها. بالتأكيد طبعا، ده شيء مهم. أنا في الحقيقة لما عرضت ظروف صاحبنا على حضرة الضابط، اقترح علي حضرة الضابط إننا نعرضه على أخصائي نفسي علشان نشوف أثر خطته عليه. فأنا في الواقع ما ترددتش لحظة في إني أجيبه وأجلس يدك. وده تصرف سليم فعلا، هيخلينا نحكم الحصار عليه لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. وأنا متهيألي يا سيد كمال إن شخص بالأوصاف النفسية دي لو تعرض لشيء زي اللي انت افترضته مش ممكن حيصمد، ولا بد في النهاية انه ينهار ويعترف انه هو اللي ارتكب الجريمة. اعترف يا حيرم، قول الحقيقة احسن لك. اقول ايه بس؟ انك انت اللي قتلت الست صاحبة الصورة، وانك ضغطت على بابا علشان يضحي بنفسه ويعترف بدالك. مش صحيح. امال ايه اللي خلاه ينزل مع ضابط البوليس؟ معرفش. طب ضابط البوليس اخده وداه فين؟ معرفش. انت عارف ومخبي؟ لا لا بقى لا،
شوف انت احسن لك تتكلم. يا جماعه صدقوني انا ما اعرفش حاجه، لا اعرف هو نزل مع ضابط البوليس ليه، ولا اعرف وداه فين. انا ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش. رد. اياك تستنجد باللي بيكلمك. الو، ايوه انا. اهلا يا حضره الضابط. اسأله عن باب. أيوة. ده فين؟ عملوا معاه ايه؟ هل كرر اعترافه بالقتل ولا لا؟ صدقوه ولا ما صدقوهوش؟ اديني فرصة اتكلم مع الراجل. ايوه يا فندم. ايه؟ مال؟ ايش انت؟ بابا حصل له ايه؟ عملوا معاه ايه؟ استاذ مختار بابا جرى له حاجة؟ في مصيبة جديدة. اهمدوا شوية. ايوه يا فندم. ايوه طبعا. حاضر. خدوه على هناك؟ ايوه ايوه ايوه. طبعا انا هتصرف. مع السلامة انت. مختار جراله ايه يا حيرم؟ البوليس قبض عليه وتحاول النيابة بتهم قتل الست صاحبة الصورة. ايه اللي سمعته ده يا رأى؟ حصل ايه يا كريم؟ ايه اللي جابك دلوقتي يا صفوت؟ انا فوت عليكم في البيت، قالوا انك اتصلتي وقلت انك في النيابة. بتعمل ايه يا اخواتي في النيابة؟ قالوا حاجة خاصة بالاستاذ. جوزك عمل ايه يا دكتور؟ بابا ما عملش حاجة، بابا بريء. طب بس مش نفهم التهمة ايه الاول يا كريمة؟ الاكل. ايه؟ اكل؟ قتل مين؟ وجبتوله محامي كويس ولا لا؟ حرم ما عند وكيل النيابة. بقولك محامي كويس يا كريمة. ربنا يستر. طب بس فهميني ايه الموضوع يا دكتورة؟ جايز اقدر اتصرف؟ تصرف تعمل ايه وانت كنت محامي؟ وانا لو كنت عايز ابقى محامي كنت هعجز؟ أرجوك يا صفة تسكت لحسن، أنا أعصابي تعبانة خالص ويستحسن لو مشيت. أمشي؟ أمشي زي يا دكتورة وأسيبكم من غير راجل بعد ما اتقبض على الأستاذ وحياته بقت على كف عفريت. ما تقولش كده عن بابا يا خالو صفة. حيرم، خير يا حيرم؟ عملت إيه يا حيرم؟ اعترف بحاجة؟ وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة 500 جنيه. مخبيش عليكم الموقف صعب، عشان يخرج من القضية دي سليم محتاج لمعجزة. وحنجيبها منين المعجزة دي يا أستاذ علشان نخرج من المصيبة اللي انت حطيتنا فيها دي؟ أرجوك ما تتدخليش في شؤوني يا دكتورة. إزاي يا بابا؟ حياتك تهمنا كلنا. أنا قادر أني حافظ على حياتي كويس، أنا مش صغير يا كريمة. وده تصرف رجل مسؤول ومتزن؟ أنا ما عملتش حاجة. إزاي؟ أنت مش اعترفت قبل كده أنك قتلت؟ وسحبت اعترافي. انت فاكر يعني ان المسألة تمر بالسهولة دي؟ هو البوليس ده بيهزر معاك علشان يفرج عنك بعد ما اعترفت؟ ثم انا عايز اعرف ايه اللي قالهولك وكيل النيابة؟ ايه الادلة اللي استند عليها علشان يؤمر بالقبض عليك؟ وانت قلت ايه؟ دفعت عن نفسك او ما دفعتش؟ اتكلم يا بابا، قول اللي حصل. كريمة ما تدخليش في الموضوع ده خالص. لا بقى، ده من حقها ومن حقي ان احنا نعرف كل التفاصيل. هو تحقيق في النيابة وتحقيق في البيت، اللي حصل ده مسؤوليتي وأنا شخص بقدر المسؤولية، وإذا كان حصلت مشكلة فأنا قادر على حلها ومش عايز كلام تاني في الموضوع. ده ساب البيت ومشي. تعال تعال يا كريمة حبيبتي. كل اللي حصل ده بسبب النادل حيرم. معلش يا روح. أنا عارفة ليه بابا بيعمل كده، علشان مفكر اني مش هبقى سعيدة غير مع حيرة. انا خلاص مش عايزة اتجوزه، مش بحبه يا ماما، انا مش بحب غير بابا، بابا وبس. ايه ده؟ في ايه؟ دكتورة رافت. ايه؟ احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه ولا نتصرف ازاي، لكن ست الدكتورة شورة علينا نساعد الأستاذ إزاي؟ وإحنا مستعدين لأي خدمة يا دكتورة. مستعدين نروح المحكمة ونشهد إن الأستاذ عمره ما عمل حاجة وحشة. ده طول عمره راجل محترم، أنا مستعد أقطع رقبة أي حد يقول غير كده. يا جماعة يا جماعة، أنا حقيقي متشكرة جدا لشعوركم نحو أسرتنا الصغيرة، وانا اوعدكم ان دي مشكلة صغيرة وهتعدي، وان الاستاذ قدير على حلها زي ما حل حاجات كتير قبل كده اصعب من دي 100 مرة. مش ممكن بالشكل ده يبقى الدنيا اتقلبت.
بقى الاستاذ مختار اللي طول عمره بيدافع عن المجرمين يجي النهارده ويبقى. ما تقولهاش، انا اتمنى اني اموت ولا اني تقولها انت ولا اي حد ابدا. بقى معقول ده من مدافع عن العداله لطريد العداله؟ اسكت يا استاذ. ومن كراسي المحامين لو وقفت ورا قضبان القفص؟ من فضلك من فضلك اعمل معروف، محدش يتكلم ولا يقول الكلام ده. والشيء المدهش ان هو اللي جاب البراءه للي متهم بقتله. ما هي دنيا دواره. خلاص اتهمتوه وحكمتوا عليه. هي لما تقع البقره تكتر سكاكينها. نسيتوا ان ده استاذكم اللي علمكم وعمل لكم قيمه؟ طب استنوا لما المحكمه تقول كلمتها. مستعجلين قوي كده على التركه. ده مهما كان مختار الاسكندراني اللي يخلص نفسه من امه الدواهي فاهمين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ انا مش عايز اي تجمع هنا. يلا اتفضلوا على مكاتبكم. يلا اسمع يا استاذ حيرو، انا عايز اقول لحضرتك كلمه تحطها حلقه في ودنك. اتفضل يا عم ابراهيم. انا بشتغل مع الاستاذ مده طويله جدا، ومتاكد انه مش ممكن يعمل عامله زي اللي بيقولوا عليها دي. بتاكد ما عملش حاجه مش كده؟ والكفاله بتاعته هترجع وهياخد براءه مش كده برضه؟ اطمن يا عم ابراهيم اطمن. مساء الخير. اهلا وسهلا عم ابراهيم. ايوه. جهز قضايا بكره واديها للاستاذ حرم وهو يقدمها لي بعد كده. حاضر ساعه البيت. حد سال عني؟ ايوه في جوه. بس فهمت، مش عايز حد يخش لي خالص. حاضر يا فندم. اهلا 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 استاذ مختار. ازيك يا سيدي؟ اهلا صحتك. اتفضل اتفضل ارتاح. خير سيادتك؟ قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه. الحقيقه انا طالب سيادتك علشان خدمه هتساعدني جدا في مساله بتهدد حياتي. اظن بعد ما انقذت حياه ابني ما اقدرش امتنع عن اي خدمه اقدمها لك. لا العفو يا سيدي. هو طبعا سيادتك سمعت اخيرا ان النيابه وجهت لي تهمه قتل السيده زوجتك السابقه، وده شيء خلاني في منتهى الدهشه. والخدمه اللي سيادتك هتقدمها لي دي هتساعدني جدا في اثبات براءتي والقبض على القاتل الحقيقي واعترافه بالجريمه. انا تحت امرك. مساء الخير يا مدموزيل. مساء النور يا فندم. الاستاذ مختار موجود؟ هو موجود بس مشغول. على العموم هو اللي طالب مقابلتي، لو سمحتي اديله خبر ان انا موجود. شرفت مؤنسه. مع السلامه. الله يسلمك. الله انت جيت يا صفت. اهلا اهلا. ازاي؟ تعال خش. ازيك يا صف؟ اهلا يا استاذ مختار. شربت حاجه؟ لا معلش انا جيت حسب تليفون حضرتك. الحقيقه دي اول مره حضرتك تطلب مقابلتي. خير؟ طب اقعد. احنا نقعد؟ الله، هو مش في العاده الناس المتحضرين لما يجوا يتكلموا يقوموا يقعدوا؟ فعلا. مش انت متحضر يا صفوت؟ فعلا. طب اقعد. حاضر. بتعمل ايه الايام دي يا صف؟ مش فاهم. ده مشاريعك، حاجاتك، محتاجاتك. يعني مشاريعك الجديده ايه؟ هو انا مشاريعي بتخلص يا استاذ مختار؟ طب ده انا عندي حته مشروع الكبريت اللي بيولع مرتين، ماتش كامباني، مضمون 100%. انا اللي عندي مشروع علشانك يا استاذ. مشروع انا وانت؟ شركة ما بيني وما بينك، أنا بفلوسي وأنت بمجهودك. إيه؟ عايزني أضرب لك حد؟ تضرب إيه؟ إيه رأيك لو تكسب 5000 جنيه يا صفوة؟ نعم؟
حضرتك بتتكلم جد؟ وانا عمري هزرت معاك يا صفوت؟ ولا هزرت مع اي حد غير. 5000 جنيه؟ ايه رأيك لو بقوا 10؟ ها؟ 15000 جنيه يا صفوت. او كده يبقى هزار بقى. صفوت. ايوه. ايه ده يا صفوت؟ ده شيك. وده مبلغ ايه ده؟ 20. 20000 جنيه. وده اسم مين؟ اسمي. ودي امضة مين؟ امضتك استاذ مختار. اعتبر الشركة موجودة من دلوقتي. مش لما نتفق الاول؟ اتفقنا اتفقنا وانتهى الامر. اقعد يا صف، اقعد واسمعني كويس، وفي الاخر مش عايز اسمع منك غير كلمة واحدة، يا يا لا. في حاجة يا صفوت اسمها أولويات في الحياة، حاجة قبل حاجة، مهم وأقل أهمية. مظبوط يا أستاذ. كمان في البني آدمين شخص مهم جدا وشخص عادي. تمام يا أستاذ. لو أنت عندك حرية الاختيار تختار الشخص المهم جدا ولا الشخص العادي؟ الشخص المهم جدا طبعا. عظيم. يعني الشخص المهم جدا افيد للمجتمع من الشخص العادي. دي حكاية مش محتاجة مناقشة. كويس قوي. لو الشخص المهم جدا ده اتوضع في ظروف خليته ينسحب من الحياة الاجتماعية، مش المجتمع والناس هيتأثر باختفاء الشخص المهم جدا ده من مسرح الأحداث؟ بالتأكيد. طيب لو في إمكانية إهلال الشخص العادي محل الشخص المهم جدا ده، مش ده يبقى أفيد للمجتمع؟ طبعا. مش شخص عادي في منه كتير. أنت فهمتني، فهمتني جدا. مش بقولك يا أستاذ مستحيل هنختلف. لا أنا لسه ما خلصتش كلام. اتفضل يا استاذ اتفضل. ولو اني متاكد من النتيجه، متفقين ومتوفقين باذن الله. صفوت انت مش متجوز مش كده؟ لا انما لو حضرتك عايزني اتجوز ساعه واحده بس، ساعه واحده بس ارجع لك بالقسيمه والعروسه والعيال. يعني ما عندكش زوجه ممكن حياتها تتحطم، ولا بنت ممكن مستقبلها يضيع، ولا مكتب ولا موظفين مرتبطين حياتهم بحياتك ممكن لو انسحبت من حياتهم حياتهم تتأثر بشكل كبير. لا انا ما عنديش اي حاجة من دي خالص. يعني لوحدك بطولي وجودك زي عدمه. بالظبط كده. يعني تفتكر يا صفوت انه افيد للمجتمع وجود شخص زيك ولا شخص زيي؟ نعم انا مش فاهم حضرتك عايز ايه بالظبط. هقرب لك الصورة أكتر. إن هو أفيد للدكتورة رأفت والكريمة وللمكتب وللموظفين وللمتهمين اللي أنا بدافع عنهم، واحد زيك ولا واحد زيي؟ متهيألي حضرتك طبعا. يعني تفتكر لو أنا بعدت عن الناس دي كلها تبقى إيه؟ تبقى مصيبة. ولو أنت اللي اختفيت تبقى إيه؟ تبقى فرصة سعيدة. يبقى متفقين؟ لا في دي بقى ما اتفقناش. ليه؟ حضرتك بتقول الأهم فالمهم. واه من وجهة نظر حضرتك أنت الأهم وأنا اللي بعدك. صح. لكن من وجهة نظري أنا الشخصية أنا الأهم. من مين؟ يعني أنا يعني ما أقصدش، بس يعني كل واحد في نظر نفسه يا أستاذ مختار أهم شيء في الدنيا. لو حسلم بوجهة نظرك دي تفتكر الأحسن تبقى أهم شيء في الدنيا وانت مفلس، ولا الأحسن يبقى معاك 20000 جنيه؟ هو الحقيقة الواحد بالفلوس بيبقى أهم. طيب ما هي قدامك اهي. ما هو حضرتك مش عايز تدهاني. مش لما توافق وتقول وافق على ايه؟ توافق على وجهة نظري.
ان سيادتك اقل اهميه مني. بس كده انا مستعد اكتب لك ورقه اني اتفه واحد في الدنيا. بالعكس يا صفط، ده التصرف اللي انا طالبه منك ده هياكد لي انك انت رجل مفكر وصاحب وجهه نظر. ايوه بس يعني فهمني انت عايزني اعمل ايه بالظبط. باعتبار اني انا شخص مهم جدا، وباعتبار ان انا شخص مطلوب، واختفائه هيسبب ازمات لناس عديده، واخد بالك، وباعتبار انك انت شخص تافه وجودك زي عدمه، فانا بقول يعني يا صفوت انك تحل محلي. اه في المكتب هنا يعني؟ لا 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 لا، انا الظروف دفعتني يا صفوت اني اقف موقف فيه خطوره على اسرتي وعلى حياتي الاجتماعيه وعلى مكتبي وعلى كل حاجه. صفوت انا متهم بجريمه قتل. تصور يا صفوت موقف اسرتي، موقف الدكتوره رأفت، موقف كريمه، موقف المكتب، موقف الجميع مني، كل دول موقفهم هيبقى ايه لو انا دخلت السجن؟ ياه ده يبقى شيء وحش جدا. انا متاكد من حسن تقديرك للامور، وكنت متاكد انك هتوافق. على ايه؟ انك تحل محلي. فين؟ في السجن. نعم، مشروع جديد ما يقلش مكسبه عن 20,000 جنيه. سجن كومباني. سجن كومباني. السلام عليكم. اقعد يا صفوت. صفوت اقعد، ده كلام ما يتعدلوش يا استاذ. صفوت انت تشك في مقدرتي كمحامي؟ لا ما شكش، بس صدقني يا صفوت صدقني، انا هعتبر القضيه دي قضيتي انا الشخصيه، وهبذل كل ما في وسعي على اني احصل لك على اخف حكم ممكن. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ صفوت صفوت، انت اعترفت يا صفوت قبل كده انك اقل اهميه مني وانا اهم منك. صفوت انا ليا اسره، صفوت ليا اسره عايزاني. فكر في اختك اللي سمعتها هتبقى في الارض لو انا اتسجنت، فكر في كريمه بنت اختك اللي مستقبلها هيضيع، فكر في كل متهم اقدر احصل له على حكم بالبراءه، في الناس اللي محتاجين لي. انت صفوت بتضحيتك دي هتخدم كل دول، وده كله مقابل ايه يا صفوت؟ مقابل ايه؟ كام سنة هتقضيهم في السجن؟ مش هتبذل فيهم ابدا اي حاجة، مفيش حاجة هتبذلها. ثم السجن ده ايه؟ ده مكان هادي لطيف. بالنهار هتلاقي نفسك بتتسلى برياضة مفيدة تحفظ لك جسمك وتصون أوامك. وبالليل نايم في أوضة مريحة هواها يرد الروح. ده غير بقى انك هتتعرف بمجموعة من اصدقاء الاوفياء اللي هيشيلوا همك ويخلوك تحس انك سيد بين اصحابك وحبايبك. هتخرج شاب في عز شبابك، تلاقي الفلوس مستنياك، تعيش بيها في سرايا فيها كل وسائل الراحة. تشرب أحلى شراب، وتاكل ألذ أكل،
وتنام كل ليل وانت سعيد متهني بتدعيلي على اللي عملته فيه. الله ينتهي منك يا استاذ مختار. اظن ده عرض يا صفوت لا يمكن تقول فيه لا. اقول لا ازاي؟ اقول لا واحده؟ ده انا اقول 60 لا. صفوت انا كنت كريم معاك جدا وفكرمك يا استاذ، ده كرم الواد في داهيه. انا اخش السجن؟ انا ضيع نفسي عشان خاطر 20,000 جنيه؟ ده ولا 20 مليون ولا كنوز الارض كلها تخليني وافق على كده؟ صفوت بلا صفوت بلا زفت. وشركه وانت بفلوسك وانا بمجهودي والمهم قوي والعادي وانا صدقتك. اسمع يا استاذ اسمع، كنت اتدبست في جنايه ولا مصيبه انا مش مسؤول عن تصرفاتك، شيل همك على كتافك ما تشيلوش لغيرك. الشركه قال ده انت لما تشوف علامة ودنك. انا اخش السجن وبدالك؟ انت اكيد اتجننت. صفوت صفوت صفوت. ما نمتش طول الليل يا حضرة الظابط. تعمل ايه يا صفوت؟ تسوي ايه يا صفوت؟ واول ما طلع النهار اخدت بعض وجيت لحضرتك على طول، وديني حكيت لسيادتك على كل اللي حصل بيني وبينه. واضح ان الاستاذ مختار شاعر بخطورة موقفه. بالتأكيد يا فندم، وإلا ما كانش عرض عليا مبلغ كبير زي ده. انت عايز نصيحتي يا استاذ صفوت؟ امال انا جاي لحضرتك ليه يا فندم؟ وافق. نعم بتقول ايه حضرتك؟ وافق الاستاذ مختار على العرض اللي قدمه لك. انت بتقول ايه يا حضره الضابط؟ لو كنت عايز تخدم العداله زي ما انت بتقول يبقى لازم توافق. وافق وادخل السجن اضيع ظهر شبابي عشان جريمه ارتكبها هو؟ وتفتكر اني هرضى بظلم انسان بريء برضه؟ ما هو كلام سيادتك معناه اني توافقه وتجاريه لحد ما نعمل له كمين نظبطه هو متلبس، وده هيبقى اكبر دليل لادانته. ثم انه لو كان بريء فعلا ايه اللي يخليه يعرض عليك مبلغ كبير بالشكل ده؟ فهمت، يعني حضرتك عايزني اجاريه. اديك فهمت. ايوه بس حظ ظابط، ما تنساش حضرتك ان ده برضو انشطه، يعني جوز اختي. دي وجهه نظر، ومن وجهه النظر الثانيه انه مجرم ارتكب جريمه وعايز يهرب منها بجريمه ثانيه انه يسجن انسان بريء زيك. ثم انت ذنبك ايه يا اخي؟ تضيع نفسك ومستقبلك. مش كده برضه؟ روح له وقول له انك موافق على كل الكلام اللي قاله لك. شوفه ازاي هيخليك تتهم نفسك وازاي هيخليك تعترف. اعرف منه كل الحاجات دي وتعالى لي وانا هتصرف. واخد الشيك وصرفه كمان، لازم يصدق 100% انك موافق على كلامه. متشكر قوي يا حضرة الضابط. انا كنت متاكد ان حل المشكله دي هيتم على ايد سيادتك. انا دلوقتي بس ضميري استريح. مختار انا مراتك، شريكه حياتك اكتر من 20 سنه، وطول عمري بخاف عليك وعلى مصالحك، فارجوك تقول لي الحقيقه. هل فعلا انت قتلت الست دي؟ ايه بس اللي حط الفكره السخيفه دي في دماغك؟ وانا معقول اقدر اذبح فرخه؟ ما تحاولش تقنعني ان بابا ممكن يرتكب جريمه فظيعه بالشكل ده. بالتاكيد مش انا. طب لو مش انت امال يبقى مين؟ وانا اش عرفني؟ كنت بشم على ظهر ايدي. دي مش مشكلتي، تشم ما تشمش مش ده المهم. لو عايز تثبت براءتك قدامي لازم تعرف مين القاتل الحقيقي. هل انت عندك مجرد شك في مستوى ذكائي يا رأفت؟ ابدا ابسوليمو. تبقي لازم تتأكدي ان انا هعمل كل جهدي. يعني انت مدبر حاجة؟ بحاول. ووصلت لايه؟ بازنكور، بس بالتأكيد هنوصل. ايوة بس انا اعصابي ما بقتش بتستحمل. خلاص اخبطي راسك في الحيط. فعلا مفيش قدامي غير كده، هصبر واستنى. واطمني كل شيء هينتهي على خير. يا ريت يا حيرو، يا ريتني اقدر اعمل اي حاجة عشان نساعده. الشيء الوحيد اللي تقدري تعمليه دلوقت انك تنامي.
تصبح على خير. وانت من اهل؟ اهلك لا تهلك، المثل بيقول كده يا استاذ مختار. وباعتباركم اهلي واسرتك هي اسرتي، فانا قررت اضحي بسعادتي وبحريتي في مقابل انكم تعيشوا حياه هادئه مستقره، وبالشكل ده يرتاح ضميري. صفوت صديقي صفوت، انا كنت متاكد من الاول يا صفوت من نقاوه سريرتك وبياض ضميرك اللي مش هيخلصوا ابدا انه يخسر مبلغ زي اللي عرضته عليه ده. استاذ مختار الفلوس مش كل حاجه يا استاذ مختار. عارف عارف يا صفوت، دي مساله مبدا. على العموم الشيك اهو تحت امرك، بس ايه بس دي؟ احنا هنزمزق؟ مش لما نتفق الاول؟ ما قلت لك خلاص انا قشطه هشيل القضيه. ايه عايز تتاكد اني موافق ازاي؟ لما تشوفهم هيشنقوني. صفوت انا سبق قبل كده وقلت لك انني هعمل المستحيل علشان احصل منهم على اخف حكم ممكن. طب امال مستني ايه بقى؟ لا مستني ايه، مش نتفق الاول؟ هتعمل ايه؟ هتقول ايه للبوليس؟ هقول لهم اني قتلتها. ايه بالسهوله دي يا صفوت؟ طب ودي فيها ايه صعب؟ هو معقول حد في الدنيا يعترف على نفسه بالاونطه؟ كل شيء وله اسبابه، لازم نعرف الاسباب اللي خلتك ترتكب الجريمه، لازم نعرف قتلتها ازاي. كل ده؟ امال ايه؟ طبعا انت فاهم ان البوليس هيصدقك كده على طول؟ مش لازم على الاقل تمثل لهم الجريمه؟ امثل لهم الجريمه؟ هي الحكاية فيها تمثيل كمان؟ طبعا لازم هتروح مسرح الجريمة وتوريهم ازاي دخلت، فاهم؟ قعدت فين؟ كانت المجني عليها بينك وبينها قد ايه؟ فاهم؟ قتلتها ازاي؟ كل الحاجات دي لازم تقولها يا صفوت. خلاص مادام ده شيء مهم في الموضوع نعمل؟ هتعمله ازاي من غير ما تكون عارف شكل البيت اللي حصلت فيه الجريمة يا أستاذ؟ أنت شفته؟ طبعا شفته، مش أنا كنت محامي المتهم الأول في القضية؟ استأذنت النيابة ورحت عينت الشقة. خلاص اوصفها لي. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لازم تشوف بنفسك. أشوف إيه؟ تشوف مسرح الأحداث، شقة المجني عليها. وإحنا هنستنى لحد ما تجيب إذن من النيابة بزيارة الشقة؟ ده كلام يا صفوت، ده كلام. نستأذن النيابة علشان أفرج المتهم على الشقة اللي حصلت فيها الجريمة؟ لا طبعا مش معقول. أمال هنعمل إيه؟ هنروح من غير إذن. دكاكيني يعني؟ إيه الألفاظ السوقية دي؟ آه دكاكيني. طب افرض حد شافنا؟ اطمن أنا عامل احتياطي. أيوة بس ده الحل الوحيد استاذ مختار، اصل انا ما اقدرش اروح حته زي دي. ايه خايف؟ اصل دي شقه اتقتل فيها قتيل وانا خايف طبعا. خلاص 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 يا صفوت، بلاش، اعتبر الموضوع منتهي والاتفاق ملغي. واي حاجه خلاص خلاص اعتبر استاذ مختار، بس ما تسرعش ما تسرعش ما تسرعش. ايه ملاش حل تاني يا اخي، لازم تعاين مكان الحادثه بنفسك علشان تقدر توصف الجريمه. خلاص يا استاذ مختار نروح. يلا بينا دلوقتي حالا. طب ما نستنى الصبح؟ صبح؟ نروح الصبح علشان كل سكان العمارة يشوفونا. طب اوصل المشوار بس صغير المشوار ده اهم من اي مشوار عندك. طب بلاش مشوار، اتكلم في التليفون. سيب كل حاجة دلوقتي، سيب كل حاجة، الغي كل حاجة عندك لحد ما نخلص من زيارة الشقة، بعدها اسلمك الشيء واعمل اللي انت عايزه. يلا يا صفوت، ده احنا ورانا شغل كتير قوي. يلا حبيبي، علشان كمان اقدر افكر في دوافع قويه لارتكابك الجريمه. يلا حبيبي يلا حبيبي. اتفضل يا صفوت. اتفضل يا صفوت. ما ينفعش يا فندم حضرتك. يا صفوت اتفضل. فندم انت قلشته يعني مش معقول. قلشت ايه بس؟ اتفضل يا صفوت. يا اخي لو ما كنتش نحلف. يا اخي قدم، انت خايف كده ليه؟ استاذ مختار اصل انا بصراحه انا عملت حاجات كتير تانيه، بس اول مره اكسر شقه. على مسؤوليتي يا سيدي. الخبر
دي متشمعة. ولا يهمك، هنشيل الشمعة. دي جناية. اعمل حسابي يا استاذ، ولا انت فهمني ان يعني هخلي البوليس يفهم ان حد كسر الشقة ودخل؟ لا يعني هتقدر ترجع الشمعة تاني؟ انت ما ليش دعوة يا عم معروف. اوعى اوعى. حتى لو شلت الشمعة ايه؟ حتى لو شلت الشمعة الشقة مقفولة، هنخش ازاي؟ خش ازاي؟ استاذ مختار. نعم. حضرتك متأكد انك ما بتشتغلش اي شغلانة تانية غير المحاماة؟ هات ابوك تنقطني بسكاتك، خلينا ننهي الموضوع ده. خش خش، ما تتنحش، خش. استاذ مختار انا مش شايف حاجة. طب استنى اسمع، وقف مكانك هنا، هروح انزل الستاير علشان اولع النور. استاذ مختار ما تسيبنيش لوحدي. جاي لك على طول يا اخي. هي الحادثة حصلت هنا بقى، في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. خد بالك بقى، خد بالك من كل كلمة هقولها ومن كل خطوة، لأن كل شيء في الموضوع محسوب حسابه. واخد بالي. حسب تقرير الطبيب الشرعي، وحسب تقرير المعمل الجنائي، وحسب محاضر البوليس، المجني عليها كانت واقفة هنا اهو جنب البيانو، وكان القاتل واقف مكانك بالظبط هنا، وكانت مدياله ظهرها، فهو جه من وراها بشويش وراح. ايه ده؟ ايه ده؟ النور طفى. طب احنا هنقف في الضلمة؟ هروح اجيب شمعة من المطبخ. خليك هنا، خليك هنا استاذ مختار، ما تسيبنيش لوحدي في الضلمة. خليك جاي لك. لا انا ما كنتش قصدي اعترك. لا لا لا، انت اللي خليتي، لا انت اللي خليتي اعصابي تفلت مني. لا ما كنتش قصدي، ما كنتش قصدي، ما كنتش قصدي. لا قصدك المجني عليها؟ ده تمثال، تمثال بالحجم الطبيعي، عمله اسماعيل راتب جوزها الاخراني، كان مثال نحات، وكانت الموديل بتاعه قبل ما يتجوزها. طلبت منه التمثال ده وادهولي، فقام بالدور المطلوب منه. دور؟ دور ايه ده؟ انا دور ايه يا جماعه؟ انا جاي هنا حسب الاتفاق، انا متفق مع البوليس اهو، حضابط اهو، حضابط، حتى حضابط اساله، قول له حضابط، قول له مش حضرتك اتفقت معايا؟ مش انا جيت لحضرتك وقلت لك عرض عليا 20,000 جنيه عشان خاطر اعترف بالجريمه، وحتى بالاماره حضرتك قلت لي وافقه وجري واعمل ونفذ واعمل كل حاجه يطلبها منك. بس هو ما قالكش تخاف، وما قالكش تصرخ وتقول ما كانش قصدي اقتلك. احسن لك تعترف يا صفوت. انا صفوت، انا قلت لك كلمه قبل كده، ان انا هجيب لك اخف حكم ممكن، هعمل كل ما في وسعي عشان ده، وانا عندي كلمتي. احسن لك تعترف يا صفوت وانا موجود بصفه المحامي بتاعك. عرفتها في سهره عند جماعه اصحابي، كانت غنيه ومطلقه جديد، استلطفنا بعض واتقابلنا كذا مره، عرضت عليها نعمل مشروع سوا، وافقت. واحنا بنبحث في المشروع عرضت عليها الجواز واتفقنا، لكن طلبت مني اني اجل التفكير في المشروع ده شوية. ليه؟ كنت
حاسس انها مش مقتنعه بمستوايا، عشان كده في كل مقابله كنت بحاول ابقى في منتهى الشياكه والاناقه. صحيح ظروفي ما كانتش ميسره لي اني اعمل كده باستمرار، لكن كريمه كانت بتساعدني. لا يا خالو صفوت، انا ما اقدرش. يا كريمه حبيبتي، انا رايح اقابل الست اللي هتجوزها، يعني لازم اكون شيك، وانت عارفه ده جواز، يعني شركه بين اتنين، جواز كومباني بهدوم بابا. هو انا اللي كنت باخده؟ مش كنت برجعه من غير ما يحس؟ اللي انا افهمه شرابات ممكن، قمصان جايز، جزم لكن جاكيته بحالها. اؤكد لك بمجرد ما اخلص من ميعادها هرجعها لك فورا. وافرض بابا عرف؟ هيعرف ازاي بس؟ مش بتقول ان هو مسافر مع ماما؟ عشان خاطري يا كركر، عشان خاطري. الجميل ده مش هنسهولك طول العمر. وده يفسر الصوره وصلت ازاي لجيبي. ليلتها ادتني صوره من صورها حطيتها في جيب الجاكيت الجواني. طبعا بعد الحادثه نسيت كل حاجه عن الصوره. لكن اللي حصل ده سببه ايه؟ ليله الحادثه قررت عليها عرض الجواز. اتريقت عليا وقالت لي انسى الموضوع ده خالص، لانها مش ممكن تربط حياتها بحياه انسان فاشل زي اصحابي كلهم قالوا لها كده. حاولت اشيل الفكره دي من دماغها. اتريقت عليا اكتر، زعلت، زعقت لها، حاولت تطردني، فقدت اعصابي وحصل اللي حصل. خد عسكري لحد ما نحوله، وبكره الصبح على النيابه. استاذ مختار اطمن، انا عندي كلمتي، القضيه قضيتي يا صفا. دلوقتي بس اقدر اقول لك مبروك يا استاذ مختار. الحقيقه انت اللي تستاهل التهنئه، انت اللي فكرت ووصلت للفاعل الاصلي. الحقيقه اتنين هم اللي ساعدوني للوصول للحل. مين ومين؟ اولا الانسه كريمه بنتي. ايوه، لما لفتت نظري لحكايه هدومك اللي كان بيلبسها ويرجعها من غير انت ما تعرف. والتاني صفوت. صفوت؟ ايوه، تبريره لاهتمامه بالموضوع ما اقنعنيش، ما قدرتش اصدق ان هو مهتم بالموضوع لمجرد ان الدكتوره مرات حضرتك طلبت منه كده. ثم ايه اللي خلاه يخترع موضوع زرار الجاكيته ده؟ من حق، ايه حكايه الزرار بتاع الجاكيته ده؟ اولا هو انتهز فرصه من فرص وجوده لوحده عندكم في البيت، وقدر يقطع الزرار من الجاكيته عشان يوهم الدكتوره ان كلامه مظبوط. وبعدين جت الدكتوره ركبت الزرار بعد كده. ما هي عملت كده لما لقيت ان انت مقتنع بانك انت اللي ارتكبت الجريمه. كانت بتعمل كده علشان تحميني. في الحقيقه انا شك في صفوت هو اللي خلاني استدعي بواب عماره المجني عليها. المرحومه كان عايزورها ناس كتير، وفيهم واحد كانت هتقول عليه ان خطيبها. شكله ايه؟ ما خبرش يا عم. هريدي يعني طويل، قصير، تخين، رفيع؟ متوسط. ايوه، ما فيهوش علامات مميزه يعني حاجه تلفت النظر. عينيه كانت مفرقه. نعم، يعني بلا مؤاخذه احول. احول، وده اللي خلاني استدعي صفوه تاني. يا حضره الضابط، انا لو اعرف اي حاجه كنت قلتها لحضرتك. متشكر يا استاذ صفوت، مع السلامه. السلام عليكم. هو ده يا بيه. شكي في صفوه كبر، واتاكدت اكتر لما الانسه كريمه بنتك جت قالت لي انها بتشك في حيره، واثناء كلامها جابت لي سيره الهدوم اللي كان صفوت بيلبسها من غير انت ما تعرف. هنا فكرت في حاجه، قلت ليه صفوت ما يكونش لبس جاكيتتك ليله الحادثه؟ وقلت لك الكلام ده؟ حكيت لي كل حاجه عنه، ورحنا للدكتور سمير ونفذنا الخطه ونجحت وظهرت براءتك يا حبيبي. يا صفوت اطمني يا رأفت، انا حبذل كل ما في وسعي في القضيه. كل ده بسببك. بسبب انا؟
لو كنت اتعالجت ما كانش ده كله حصل. غصب عني يا رأفت. قال ايه؟ بيمشي وهو نايم علشان بنته هتتجوز. مش الدكتور قال كده؟ طب ما هي بنتي انا كمان. وبعدين بتعيطي ليه تاني؟ اصل افتكرت البيت هيفضى علينا بعد هي ما تتجوز. يا حبيبتي يا كريمة. خلاص يا حيرة، الحمد لله بابا ثبتت براءته. ما بقاش في حاجة تتعب اعصابي. انا ممكن دلوقتي ادخل الامتحان واخد الليسانس كمان. ونتجوز يا كريمة. ونتجوز يا حيرة. كريمة يا كريمة! حيرم خليك على السماعة، يظهر في حاجة حصلت. كريمة! أمك بتمشي وهي نايمة يا كريمة. هي كمان؟ هو احنا لحقنا نرتاح منه لما تطلع لنا هي كمان؟ أجي فين يا كريم؟ لا 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 مستحيل. انت مش هتشوفي وش بعد النهاردة. انا مسافر مهاجر. هسافر مهاجر. الاتنين بقى في القزوزة. ليه هسافر؟ كريمة والدتك هتنزل للشارع وتعمل لنا فضيحة. تعال يلي هنا يلي في البيت. تعال يا دكتورة رفعت. دكتورة رفعت. دكتورة ارجعي استهانم. يا دكتورة حزم العربيات.